ولذلك لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. وإذا جاء يوم القيامة وعرضت صحائف الأعمال، جاء أن الناس يتمنون أن يكونوا من أشد الناس بلاء في الدنيا لما يرونه يوم القيامة من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات لمن ابتلي في الدنيا. وهذا معنى قول بعض السلف من التابعين كأبي رافع، كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم. وما يزال البلاء بالرجل المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. المقصود من هذا كله أن الإنسان يعرف أن هذه البلايا التي تصيب المرء مكفرات لذنوبه، وهي رحمة من الله عز وجل له. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقول المصنف هنا، بدأ المصنف بهم، لأن أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب الهم. وقد جاء في كتاب القدر لعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أعظم ما يجده المؤمن في صحيفة حسناته يوم القيامة ما أصيب به من هم وحزن في الدنيا. فالهم أمره عظيم، ولذلك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهم عظيم لم يصب به أحد. ثم قال: أو حزن. والفرق بين الهم والحزن، الهم للأمر المستقبل والحزن على ما مضى، إذا فقد حبيبا أو عزيزا أو مالا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور. قال: أو أذى في مال أو عرض، العرض المقصود الكلام فيه وفي عرضه، أو جسد أو غير ذلك. ولكن ليس هذا من فعل العبد، وإنما هو من فعل الجبار جل وعلا، وهو رحمة للمؤمن دون من عداه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهو بشرى للصابرين والمؤمنين.